أربع شلاشرين. رجعنا لكم مرة ثانية. ندى زنانيري هتكلمنا النهاردة عن إيه بقى؟ نسيت عشان الموضوع ما يخصكش. بالظبط كده. هنتكلم النهاردة يا شريف عن لو واحدة ست قصيرة شوية فإزاي نلبس بتناسق إن إحنا نبان أطول. دايما لما بنبان أطول بنبان أرفع شوية. اوكي صحيح. واحنا عندنا فتره الكورونا كانت فتره لطيفه قعدنا فيها في البيت وفي ناس اخذت كام كيلو كده. واحنا عندنا خلينا نقول واحنا بنتكلم عن القصيرين احنا شعب عامه قصير. ما احناش شعب بالزبط. طويل قوي بالظبط الا اوكي الا مين الا انا الا انت انت ما شاء الله اطول مني اصلا طويله وعريضه محدش يقدر يتكلم معاها دي ماشي فعايزين نشوف كده ناخد ازاي افكار وازاي ننقي الحاجات بتاعتنا. اوكي وكل مره هاخد جسم شكلي بس انا كذا حد بعت لي ان هم قصيرين شويه وحابين ان هم يعرفوا يلبسوا بشكل احسن. تحبي نبتدي بالصور بس قبل ما نبتدي بالصور ثانيه واحده طبعا نزلونا على الفيسبوك وانستجرام الخاص بندى زنانيري على الشاشه اي حد عايز يتواصل معاها يعرف اي حاجه ليها علاقه بالستايلنج ب ايه اللي المفروض يبقى عندنا في الدولاب ايه مع ايه كلام كتير قوي. ندى بتعمل شغل كتير قوي ليه علاقه بالستايلنج الخاص بالبنات والسيدات فممكن تبعته لها على الفيسبوك او على الانستجرام الخاص بيها. تعالوا نشوف اول صوره ونبتدي بقى ايه الرحله وازاي البنات والسيدات القصيرين شويه ممكن يلبسوا ايه. اتفضلي. طيب احنا اتكلمنا دايما يا شريف لازم نعرف انه جسمنا عباره عن خطوط سواء خطوط عرضية أو خطوط طولية. طيب يبقى نتعامل مع شكل جسمنا إزاي؟ إنه لما نيجي كمان نلبس الهدوم بتاعتنا نشوف الخطوط بتاعتنا بتقف فين. يعني لما ألبس لما أكون قصيرة شوية لما ألبس توب ما ألبسوش طويل زيادة من قدام. أوكي؟ ألبسه قصير شوية. ده معناه إن أنا هخلي بالي وده اللي هتكلم عليه بعد كده أخلي بالي من وسع البنطلون. يعني في الصورة دي الصح وإيه الغلط؟ الصح هو اليمين. أوكي. إنه لابسه قصير شويه بالظبط. هتكلم على البروبورشن كده خلينا ثانيه كده في الصوره هتكلم على البروبورشن. بروبورشن انه علشان تناسق الجسم ونسب الجسم المظبوط ان انا رجليا تبقى تلتين جسمي اللي فوق. اوكي فانا عندي تلتين تحت وتلت فوق ده احسن شكل لجسم السيده. ولما نيجي نشوف كده حتى المودلز يا شريف انت بتشوفهم طوال اول حاجه بتلفت نظرك فيهم انه بيبانوا قوي ان هم طوال عشان رجليهم طويله. أوكي. انا هقول لك تعالي كده بتقع كل شويه ارفعيها ادوسي على دول عملت كده بس اهي كده اهي ايوه بس خلاص سيبيها بقى. فبقول لك زي المودلز لما نبص عليهم ايه اللي بيخلينا نشوفهم ان هم طوال علشان رجليهم دايما طويله. اوكي فدايما نراعي انه جسمي النص اللي فوق يبقى تلت أوكي. مش نص ونص لانه نص ونص ده جسم رجالي وليس جسم حريمي. طيب يبقى احنا متفقين ان احنا هلبس قصير شويه من فوق ما البس حاجه طويله زياده عشان ادي مساحه لطول الرجل يبان. نبتدي نكمل الصور من فضلكم. اوكي طيب بص هنا النسبه يا شريف باينه جدا انه لما لبست توب طويل وبين رجليها حته مسافه صغيره غير لما لبس التوب قصير والبنطلون بقى هو اللي مساحته طويله. صحيح. نفس البنطلون نفس التوب بس هي دخلت التوب في البنطلون فبينت طول الرجلين اكتر. هنا برضو شايفين انه لما قصرت التوب اللي هي لابساه شويه بان انه رجليها اطول فبانت طويله. مش بس في البنطلون كمان لما نلبس جيب هناخد نفس النظريه بنفس المقاسات في الجيب انه هلبس التوب بتاعي. طيب افرض انا لابسه تي شيرت او ضيقه شويه او كده عايزه اغطي منطقه الصدر او منطقه كتاف اوكي او عندي منطقه الدراعات شويه مليانه يبقى انا هلبس قطعه الثالثه. ودايما بقول لما حد يكون مليان شويه الثلاث قطع دايما احسن من القطعتين. بمعنى ايه؟ لو انا لابسه جوب وعايزه اغطي شويه من فوق استخدم جيلي زي ما انا مستخدمه كده جيلي النهارده ممكن استخدم بوليرو اللي هو هيبقى شويه بنصكم
او استخدم جاكيت خفيفه بكم هغطي بيها كل اللي انا عايزاه، وهسيب مساحه رجليا والجيب بتاعتي تبقى هي اللي مدياني التلتين. اوكي. هناخد نفس المثال على الفستان، بس هشرح حاجه هنا على الفستان، ان هما الاثنين تقريبا نفس الطول. طيب ايه اللي اختلف هنا يا شريف؟ اختلف مساحه الرجل بانت قد ايه. كل ما يكون عندي مساحه رجل شويه بانت اكتر، الجزمه او الصندال هو اللي بان. هنا الصندال البس الصندال يكون كاشف شويه حته من رجلي، ما اروحش للهاف بوت. ونخلي بالنا انه الهاف بوت من الحاجات ما كنا لابساه على جوب او على فستان بيعرض منطقه الرجل من تحت، بيعرض منطقه السمانه. فلو حد رجليها عريضه شويه يبقى البس الصندال بتاعي يكون شويه مفتوح، ما اطلعش للحته الانكل اللي هي الحته اللي عند الرجل من فوق. اوكي. هكلم على البنطلون اللو ويست. البنطلون اللو اللي هو الوسط سائط، اللي هو الوسط سائط، او انه البس وسطه هي موضه الوسط العالي، بس نخلي بالنا الوسط العالي ما بيليقش على اي حد لانه بيعرض شويه منطقه الارداف والجناب. واحده عندها بطن بيبقى مش حلو خالص، بطن او جناب او ارداف، الوسط العالي بيعرض شويه، غير لو هو بنطلون القماشه بتاعته كراب او حاجه على حرير فتبقى القماشه سايبة مهدله. بس هتكلم على الجينز عشان احنا بنلبس مثلا جينز كتير او البنطلونات الكلاسيك، ما اجيبهاش حاجه لو ويست او مش الكلاسيك اللي هم زي الجبردين او قماش، قصدي مش فيري كلاسيك. اللو ويست بيعمل ايه يا شريف؟ بيخلي زي ما البنطلون بنقول عليه بنطلون واسع، ناخد الكلمه بنطلون واقع، ناخد الكلمه ونحطها على جسمنا. بنطلون واقع يعني هيخلي جسمي انا واقع، كمان واقع، فهينزل المنطقه دي لتحت، تحس الجسم مفتوص بالظبط، فبقلل من طول الفخده وبقلل من طول الرجل الكامله، فبالتالي ببان ان انا اقصر. فالبنطلون دايما يكون مقاسنا، ما نجيبش مقاسات، وده موضوع مهم قوي انه دايما هاكد عليه، ما نجيبش ولا مقاس اضيق مننا ولا مقاس اوسع مننا. نجيب مقاسنا مظبوط. لو مقاسنا مظبوط في حاجه، في مشكله، يبقى هنا مش مشكله المقاس، هنا مشكله الموديل، يبقى الموديل مش مناسب مع جسمي. مثلا لو احنا شفنا انه الواسع بنقول هنلبس واسع وعلشان ما يبينش الجسم، طب انا هنا لما هي لبست واسع زياده، مش مبينه جسمها، بس هي اخذت شكل هرمي جامد جدا، وبعدين رجليها بقت قصيره جدا من تحت. طيب لو انا عايزه، حد بيقولي انا ما اقدرش البس قصير زي ما انت بتقولي وابين كل رجلي، لانه عايزه اغطي حته من منطقه البطن او اغطي الارداف والجناب. هنشوف الصوره اللي بعدها ايه حلها. اوكي. عندنا حلين، يا اما البس حاجه تكون طويله زي الكارديجان الطوال زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على الشمال اللي على البنطلون الابيض، هي طويله مقفوله من منطقه الوسط مبينالي كل الرجلين، فعندي طول للرجلين، في نفس الوقت انا مغطيه بطن، انا مغطيه ارداف، ومغطيه جناب. اوكي. ومدياني الطول اللي انا عايزاه. طيب الصوره اللي على اليمين هي قصيره شويه من قدام، مغطيه بس منطقه البطن، بس هي مغطيه جناب وارداف. لو انا رجلي ارفع شويه اقدر ان انا ابينهم، بس اغطي منطقه البطن والارداف بانه يكون عندي التوب البسه هاي لو. هاي لو يعني قصير من قدام وطويل من ورا، وده موديل حتى لو التوب مش معمول الموديل ده انا ممكن اعمله بطريقه لبسي، انه ادخل النص القداماني جوه البنطلون، اعمله شويه بلوزان علشان ما يكسرش، يعني اطلعه لبره سنه، اطلعه لبره شويه، اخليه مستريح، اطلع شويه قماش، فاغطي منطقه الصدر، اغطي البطن، وهسيبه طويل من ورا عشان يغطي لي الجناب والارداف. دي كانت اخر صوره معانا في الجزئيه دي، في الجزء الاولاني. هو سماك اغنيه. بس لا دي واحده. هو اساس باهر كان عنده استفسار. اتفضل. بيقول لي يعني ايه كارديجان؟ كارديجان يعني لما بنقول جاكيت، معلش مش عارفه الدار عشان الميكروفون في ظهري. كارديجان يعني جاكيت خفيفه، بس لما بنقول جاكيت ساعات على طول بنفهم انه جاكيت بليزر، او جاكيت البليزر هو جاكيت البدله، بس الكارديجان هي جاكيت بتبقى خفيفه، ما فيهاش ايبولات، ما هياش جاكيت مبطنه،
وجاكيت خفيفه مهدله بنلبسها في الصيف، بنلبسها في الشتاء، في الخريف، على حسب الخامه بتاعتها. فهمت؟ مش عارف انت قاعد كده ليه؟ احط بارد ضهرك كده عشان الطبله تبقى قاعد في البلكونه لوحدي في الفراندا. انا المره الجايه عايزه اطلع اقعد في البلكونه. حاضر، في الفراندا حلو، في الفراندا واغني لك الحلو في الفراندا. سوي لي وبس لي. سوي اهي، عارفه كل حاجه. عارفه بس مكتمه. مكتمه. طيب خلينا نشوف فاروق هتغني ايه. شو حلو، شو حلو، شو حلو حبيبي، شو حلو حبيبي، شو حلو ندى، حلو شو حلو ندى، حلو كلك ذوق ندى. ايوه خليني بس افكركم ان احنا قلنا احنا كل حلقه بقالنا من ساعه احداث لبنان كل حلقه بنلعب اغنيه لبناني، لان احنا هنا في اسره اربعه شارع شريف مش عارفين ايه اللي نعمله، فكل اللي نقدر نعمله ان احنا عشان نحسسكم ان احنا معاكم قلبنا معاكم، فاحنا كل حلقه لازم بنلعب اغنيه لبناني اهداء منا لشعب لبنان اللي احنا بنحبه قوي. نسمع شو حلو عشان الشعب اللبناني حلو، وبعد كده نرجع مره تانية مع ندى زنانيري. يلا مزيكا. مرة تانية مع ندى زنانيري. أقول لهم كنا بنقول إيه في الفصل؟ لا. طيب. لا. باهر جايب لنا الكلام، باهر جايب لنا الكلام. بصي جري أهو، الكاميرا جريت عليه. باهر جايب لنا الكلام أهو، خلاص. طيب نكمل كلامنا؟ الناس تشوفك وأنت بتعاكس كل الكرو اللي عندك.
دول حبايبي. ايوه معش كده بتقعد تعاكسهم كلهم. بجننهم انا بجننهم. ده حقيقي. يلا. يلا نبتدي نحط الصورة على طول؟ بس قبل ما نحط الصورة نحط الفيسبوك انستجرام خاص بندى زنانيري لأي حد عايز يتواصل معاها يبعتوا لها على الفيسبوك أو على الانستجرام وقولوا لها اللي أنتوا عايزينه. يلا نبتدي بقى الصورة اللي عليها الدور وبنتكلم عن البنات والسيدات الأسرين شوية. نشوف إيه كمان ممكن نعمله علشان بعد ما أخذنا الأطول. طيب نتكلم شوية في الألوان. وانا كلمت قبل كده ودايما باكد على الستات انه مش معنى انه انا لابسه اسود فالاسود بيرفعني او الاسود بيطولني. طب تعال نتكلم على توحيد اللون. هنا الست اللي على اليمين مليانه شويه اللي على الشمال ارفع، بس الاثنين لابسين لون موحد من فوق لتحت. نتعود انه اللون لما بناخده من فوق لتحت خالص لون واحد ده بيرفع وبيدينا طول. هنا احنا شايفين ان اللون ابيض. حتى اللون الابيض برضو هيدينا نفس الفكرة. هي فكرة توحيد اللون مش اللون كلون انه فاتح او غامق. اوكي نشوف اللي بعدها بليز. طيب هنا احنا اللي على الشمال شايفين ان اللون موحد على باج، بس كمان عايز اتكلم اللي على اليمين انه ديجرادي اللون. يعني انا لابسه لون واحد حقيقي بس مش مهم يكون نفس الدرجه، درجات مختلفه يعني منه، درجتين مختلفين من اللون. اوكي بس في الاخر انا شايفه انه الجسم كله على بعضه مديني لون واحد. دي برضو طريقه اقدر استعملها. ليه بقول كده؟ علشان انا عايزه ابين قوي حديه قطعه اللون لما اكون لابسه مثلا شميز ابيض وبنطلون اسود. ده من اكتر الحاجات اللي بتعمل حده في اللون وبفصل الجسم. اوكي طيب فكره المشجر دايما عندنا. أوكي. برضو المصريات بيخافوا جدا من المشجر، تقول لك المشجر بيتخن. انا هقول لك بالظبط امتى المشجر يتخن. لما تاخدي نقشه كلها داخله في بعض وما عندكيش ارضيه للقماشه. يعني ايه ارضيه للقماشه؟ تعالي نشوف في اللون اللي على الشمال اللون الازرق. اول ما هنشوفه شايفين كمية القماشة زرقاء كتير، يعني أنا عندي أرضية سادة وبعدين عندي رسمة اللي هي الفلور الأبيض عليها، وفي اليمين عندي أرضية أورانج أو هي محمرة شوية وبعدين عندي الرسمة عليها. كل ما أشوف لون محدد وبعدين عندي الرسمة بعديه ده وقتها ما يتخنيش. امتى يتخن؟ لما تكون كل الالوان مع بعض ما فيهاش ارضيه. طب انا عايز دي حاجه بس عشان الناس تاخد دايما بالها منها، اعرف امتى النقشه دي هتخني ولا لا. التركه الوحيده انه اشوف انه عندها ارضيه ساده. طب معلش انت في صور فيها سلوبات ولا الصوره دي بس؟ نو دي بس اللي فيها سلوبات. طب انا عايز في ساعات انا بلاقي بنات وسيدات لابسين سلوبات وهم قصيرين وبحس انهم بيأثرهم اكتر، بالذات لو السلوبات اللي هو منفوخ زي على الدين ده شويه. طبعا بتحسي ان الدنيا، لكن هنا في الصوره دي تحسي انه مطول. طيب فايه ليه؟ انا لسه قايله على فكره ايه، عشان هو لون موحد. عشان لون موحد اولا، عشان اللون موحد. بس هنا بصي نازل على واسع. حلو. اللون موحد من فوق لتحت، دي اول نقطه. توحيده اللون مظبوطه انه عندي ارضيه مساحتها كبيره في اللون انا عارفه اشوفها. كمان السالوبات مش مكسم، يعني هي لو لابسه سالوبات الازرق وقفت ضمت سنه رجليها انت من بعيد ممكن تشوفه فستان. يبقى هنا كمان نرجع تاني، ما هوش اللون، هي القصه والخامه. المهم قوي نتكلم على الخامه، ان هي مش خامه ناشفه. انت عارف ليه يا شريف بتشوف السالوبتات كده؟ علشان كتير قوي بتشوفهم السالوبات سواء الجلد او الجبردين الناشف شويه القماشه بتبقى واقفه. كل ما القماشه تهدل كل ما يكون احسن. اوكي طب هنا هتكلم على طول البنطلون. دول ثلاث اطوال مختلفين للبنطلون. هنمسك واحده واحده. همسك الشمال الاول، انه البنطلون هنا ما هواش تروكار، مش تحت الركبه على طول، بس ما هواش بنطلون طويل لحد الارض. طيب لما البس بنطلون قصير كده شويه وعندي حته من رجليا باينه من تحت، يفضل لو انا حد قصيره شويه انه البس معاه كعب، حتى لو كعب صغير، عشان ما يبانش ان البنطلون قصير فنزلني زياده في الارض. اراعي ان انا البس شويه كعب. وهكلم بعد كده على اليمين خالص. البنطلون اللي هو الستريت اللي نازل طويل خالص لحد تحت، ده من احسن الاطوال للبنطلون
اللي هي للقصيرين. طب ايه اللي فرق عنه عن النص ما بين اليمين وما بين النص؟ اليمين فيه انه الجزمه بتاعتي او الصندال بتاعي وش رجلي باين، واللي في النص وش رجلي مختفي خالص والبنطلون نازل لحد الارض. من اكتر الحاجات الغلط انه حد يعملها انه البس ايا كان انا لابسه ايه، الهدوم بتاعتي تبقى على معديه وش رجلي ومعديه الصندال ولمسه الارض. ده غلط لانه مش مفروض هدومي تلمس الارض، وده بيبين انه انا البنطلون لما خلص اكنه رجلي ما عنديش رجل من تحت. لازم اراعي يعني لما اجيب بنطلون يبقى كده طويل، نروح عند الترزي ونقصره الاثنين 3 سنتي عشان لازم وش رجلي يبان عشان ما يتوسخش كمان. انا عارفه ان انا بقول حاجات صغيره قوي، بس احنا اتفقنا انه الاطوال ساعات بتفرق، 2 3 سنتي بيفرقوا جدا في شكل الموديل. هكلم شويه على الاكسسوار كمان، خلصت الهدوم هكلم على بس حته للاكسسوار ونتكلم على الشنطه. لما اكون انا جسمي بتيت او انا قصيره ما ينفعش امسك شنطه كبيره تبقى اكبر مني. اراعي دايما المقاسات، مش المقاسات، النسب، نسب ما بين جسمي وما بين الحاجه اللي انا لابساها. ملبس واسع زياده ابقى انا بلق من جوه، ملبس طويل زياده لحد الارض ابقى انا مش باين انه عندي رجلين من تحت. ما امسكش شنطه كبيره قوي ما تبقاش لايقه على شكل جسمي، امسك شنطه متناسقه تبان، بس انا كمان لازم انا اللي ابان. يعني شنطه زي دي ما ينفعش انه الاقي واحده قصيره ولابساها فابقى انا مش شايفه البني ادمه، انا شايفه شنطتها بس انا البني ادمه اختفت في الشنطه في الشنطه صحيح. اللي هي ماسكاها. صحيح. فدايما دايما نراعي نسب. احنا جسمنا عباره عن نسب، وهدومنا كمان لازم صحيح. تراعي النسب بتاعتنا. صحيح. بشكرك يا ندى. ميرسي يا شريف، نورتينا كالعاده. ميرسي ندى زنانيري على وجودها معانا النهارده وعلى كم المعلومات الكبيره اللي بتقولها لمشاهدينا. يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. لو هتنزلوا من البيت تروحوا مكان زحمه، لو سمحتوا البسوا الكمامه، الكورونا ما خلصتش. لكن لو في اماكن بعاد عن بعض ممكن تشيلوا الكمامه. انا هنا في بعض الفقرات زي ما انتم شفتوا بنخلي الضيوف يشيلوا الكمامه، بس انا شخصيا ما بشيلش الكمامه خالص اول ما بطلع بره البيت. يلا نشوفكم بكره على خير، شكرا لكم، باي باي.